السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في درس اللغة الإنجليزية. معاكم مستر تغاني السيد، وإن شاء الله هنبدأ المنهج بيونت 10 and 13، الوحدة العاشرة والوحدة الثلاثة عشر. لأن السبجكت بتاعهم هو reported speech، الكلام الغير مباشر. أولا كده، طالما قلنا كلام غير مباشر يبقى أكيد عندي كلام مباشر وكلام غير مباشر. لو قلت مثلا Ali is my brother. Sarah said بص كده معايا على الجملة دي، أنا بقول Ali is my brother. Ali أخويا. مين اللي قال كده؟ Sarah بتقول لنا إن علي is my brother، أخوها هي. لما أنا جيت قلت الجملة دي، أنا نقلتها بصوتي ولا بصوت الأنسة سارة؟ لا، أنا نقلتها بصوت الأنسة سارة. قلت سارة قالت علي is my brother. مين اللي قال الجملة دي بلسانه؟ سارة، اللي هي أصلا السبجكت بتاع الجملة، اللي هي أصلا الفاعل بتاع الجملة. أنا هنا قلت الجملة من غير ما أغير أي حرف في معالمها، من غير ما أغير اي حاجه، من غير ما اضيف بصمتي، من غير ما اقول رايي الشخصي. انا قلت الجمله بطريقه دايركت، بطريقه مباشره. علشان كده سميت نوع الكلام ده دايركت سبيتش، كلام مباشر. يعني كلام مباشر تقريبا الكلام اللي بيقوله السبجكت، الفاعل، الدور بتاع الجمله. انا ما بقولهوش، انا بقول الكلام as it said، كما قيل، ما غيرتش اي حاجه. لكن لو انا حبيت اقول Sarah said that Ali، هقول هنا اخويا، لا هقول was her brother. Sarah قالت ان علي يبقى اخوها هي. The new statement، الجملة الخبرية، الجملة اللي انا قلتها الجديدة دي، بقى انا نقلت الكلام بتاع سارة بس بلغتي انا، بصيغتي انا، انا غيرت في معالم الكلام. انا نقلت تقريبا المعنى بتاع الجملة، قلت سارة قالت لي ان علي يبقى اخوها. انا كده نقلت كلامها بس ضفت عليه صوتي، ضفت عليه بصمتي، ضفت عليه فهمي للجملة. انا نقلته بس بطريقة indirect، بطريقة مالها غير مباشرة. عشان كده سميته indirect أو reported speech، كلام غير مباشر. يعني تقريبا كده الكلام الغير مباشر هو نقل المعنى بتاع الجملة، نقل المحتوى بتاع الجملة بس بطريقة غير نمطية. أنا مش بنقل نفس الكلام copy as it. No. I said that Sarah said that Ali was my brother. Sarah قالت لي إن علي يبقى أخوها. النوع الجديد ده هو الريبورتد سبيتش، الكلام الغير مباشر. يبقى نقلنا نفس النص هو كلام مباشر، غيرنا، جبنا المعنى بتاع النص هو الكلام الغير مباشر. ازاي بحول من مباشر لغير مباشر؟ الموضوع هنا يتوقف على نوع الجمله. لازم الاول قبل ما انقل الجمله من طريقه مباشره لطريقه غير مباشره، لازم اسال نفسي هي السنتنس، الجمله في الانجليش كم نوع؟ احنا عندنا انواع كتير للجمله، ولكن اهم ثلاث انواع عندي هم statement، اللي هي الجملة الخبرية. كلمة statement يعني جملة خبرية. يعني ايه جملة خبرية؟ يعني جملة بتقول لي خبر جديد، معلومة جديدة انا ما اعرفهاش. علي is my brother، علي اخويا. قبل ما اقول الجملة دي، قبل ما سارة تقول لي الجملة دي، انا ما كنتش اعرف ان علي اخوها، هي نقلت لي خبر جديد. الجملة دي سميتها statement، جملة خبرية. يعني ببساطة كده جملة بتبدأ بالسبجكت اللي هو فاعل بلس فيرب، وبعد منه فعل، عكس اللغة العربية. احنا عندنا جملة اسمية جملة خبرية، ده في اللغة العربية جملة اسمية جملة فعلية. لكن في الانجليش عندي statement، جملة خبرية، اساسها هو السبجكت وبعد كده الفيرب. في جملة تانية بسميها question او interrogative sentence، اللي هي جملة استفهامية، وعندي orders اللي هي الأوامر أو الجملة الأمرية.
علشان احول اي جمله من ريبورتد من دايركت سبيتش لريبورتد سبيتش لازم اكون عارف نوع الجمله اللي انا بتكلم عنها. هناخد الثلاث جمل الثلاث انواع عندي بالتفصيل، بس ابدا بالجمله الاساسيه في الانجليش والجمله الاكثر اهميه وهي statement، الجمله الخبريه. لو احنا بصينا للجمله اللي انا كنت كاتبها من شويه، ساره said، ساره قالت، علي is my brother، علي اخويا. دي كده كانت في الدايركت. لما جيت حولتها ل indirect speech قلت ساره said that علي was her brother. لو انا بصيت للجملة دي بس كده هلاحظ ان فيه اربع تغييرات اساسية اتعملت عندي. لما جيت نقلت الجملة بطريقة غير مباشرة كانت said، حولتها الى said، ودي الخطوة رقم واحد بتاعتي، فعل القول بتاعي، الفعل نفسه say، said الماضي بتاعها بقت said زي ما هي. احيانا بتبقى عندي said to، وهنا بقى بحولها لمين؟ لتولت. اول خطوة بعملها كده، هم اربع خطوات، الاولى said بقت said، لو كانت said to كنت اخليها told. كان عندي هنا علامات تنصيص اقواس زي ما بنقول موجودة في الجملة التانية؟ لا، انا عملت ايه بقى؟ حذفتها وربطت بكلمة that. دي الخطوة التانية، بحذف الاقواس والربط بكلمة كلمة مين؟ that. معلومة كده ما ننساهاش، ان ذات دي مش اساسية، يعني ممكن اكتبها وممكن احذفها. يعني ممكن اقول سارة said that علي was my brother، وينفع اقول سارة said علي was her brother، مفيش اي مشكلة خالص. that بتتكتب او بتتحذف no problem، مفيش مشكلة. الفاعل بتاع الجملة زي ما هو. طب لو كان I حوله he او she او it، لو كان ضمير بيتغير، هنا كانت بتقول علي is my brother، علي مين؟ اخويا. هنا قلت علي يبقى her brother، يبقى مين؟ اخوها، لان ده ضمير والضمير بيتحول حسب المعنى بتاع الجملة. الفعل بتاع الجملة مؤنث سارة، فقلت سارة said that علي was her brother. لو كان احمد، احمد said علي was his brother، هيبقى مين؟ اخوه. يبقى الضمير بيتحول حسب المعنى. الخطوة الرابعة والأهم عندي هنا كانت is present simple مضارع بسيط، هنا بقيت was past simple. يبقى أنا عملت إيه هنا بقى؟ قدمت زمن أو رجعت بيه لورا شوية، بمعنى إن كل مضارع هيتحول إلى ماضي، كل present هيبقى past، بس الدرجة واحدة. يعني إيه بقدم الزمن درجة واحدة؟ يعني الـ present simple المضارع البسيط هيبقى past simple ماضي بسيط. لو present continuous مضارع مستمر هيبقى present، هيبقى past continuous ماضي مستمر. لو present perfect مضارع تام هيبقى past perfect ماضي مين؟ ماضي تام. يبقى أنا دايما بنقل الزمن درجة حسب الزمن اللي موجود قدامي، بقدمه درجة واحدة بس. يعني ما ينفعش مضارع بسيط أخليه ماضي تام، لا، مضارع بسيط يبقى ماضي بسيط، مضارع مستمر يبقى ماضي مستمر. مثلا لو انا قلت I want to be a doctor، انا عايز ابقى طبيب. منى said، لما اجي احولها للاندايركت هقول منى said زي ما هي ما بتتغيرش، هحذف الاقواس وهربط بكلمة that. تمام، I بتعود على مين؟ على منى. منى اللي عايزة تبقى دكتورة مش انا، يبقى لما اجي احولها اقول she او اقول منى، هي بتقول I want to be a doctor، يبقى منى said that she، وده الافضل، حولت الضمير I الى she، want هتبقى wanted to be a doctor. قدمت الزمن درجة واحدة بس، كانت هنا present simple مضارع بسيط، رحت هنا خليتها
باست سيمبل ماضي بسيط. يبقى بقدم الزمن درجة واحدة بس حسب معنى الجملة. كل أزمنة المضارع بحولها إلى باست، بحولها إلى مين؟ إلى ماضي. طيب وأزمنة الماضي هتتحول؟ لا، هنتكلم عليها كده بالتفصيل. المضارع بيتحول للدرجة التالية. يعني لو قلت مثلا I'm eating Ali said to me. تعالى كده حولها. لو انا قلت هبدأ بالسبجكت بتاعي Ali said to، قلنا بتتحول الى تمام told، اخبر، اخبر مين؟ told me، هربط بكلمة that، I هتبقى نتكلم على علي، يبقى علي told me that he am eating. ده زمن ايه ده؟ present continuous، مضارع مستمر. هحوله درجة واحدة يبقى past continuous ماضي مستمر، يبقى he was eating. ادي معنى تقديم الزمن درجة واحدة. كل زمن ليه شكل في التغيير. أزمنة المضارع كلها بحولها إلى ماضي، لكن أزمنة الماضي بقى بتتحول لشكل تاني. أزمنة الماضي غالبا بتفضل زي ما هي ما عدا زمن واحد بس اللي هو الباست سيمبل، الماضي البسيط. هو ده اللي ليه أقدم منه. الماضي البسيط في حاجة قبل منه اللي هي الماضي التام. مثلا لو قلت I visited London. أنا زرت لندن. When I was young. لما كنت صغير. Summer said to me. زمن الجملة هنا past simple، ماضي بسيط. حدثين حصل في نفس الوقت تقريبا. فلما اجي احولها في الريبورت سبيتش هقول summer said to، هتبقى told me، summer اخبرتني، هربط بكلمة that، I بتعود على summer يبقى تبقى she visited. زمن الجملة ايه هنا؟ past simple. يبقى الماضي البسيط بحوله الى ماضي تام. يعني ينفع اقول had visited منى، سمر اخبرتني انها زارت لندن when she was young، لما كانت صغيرة. الباست سيمبل كده في حتة معلومة صغيرة، ان انا غالبا بخليه ماضي تام، ده الاقدم منه، لكن ينفع ان انا اخليه باست سيمبل بس بشروط. ما يكونش في الجملة كلمة تدل على زمن، هشرحها كمان شوية. يبقى الباست سيمبل غالبا بيتحول لماضي تام. ينفع خليه باست سيمبل لو مفيش في الجملة كلمة. ينفع اقول على طول كده summer told me that she visited London when she was young. تمام؟ الماضي كله بيتحول بنفس الطريقة. الماضي التام هيفضل زي ما هو، الماضي المستمر هيفضل زي ما هو. يعني ايه بقى كلمة دالة؟ يعني ايه كلمة تدل على الزمان او المكان؟ وبعمل فيها ايه في الريبورتد سبيتش؟ دايما في الريبورتد سبيتش ما ينفعش انقل الكلمة كما هي، خاصة لو كانت تدل على زمان او مكان. لو انا قلت مثلا I visited علا yesterday. انا زرت علا امبارح. سارة said. لما اجي انقل الجملة هقول Sarah said that، I بتعود على Sarah يبقى she visited، قلنا هتبقى had، حولتها الى ماضي تام. Sarah قالت انها زارت علا. ينفع اقول yesterday هنا ولا ما ينفعش؟ في مشكلة لو قلت yesterday النهاردة مثلا الجمعة، فانا لو قلت في الجملة الدايركت المباشرة هي زارت علا امتى، يبقى زارتها يوم الخميس. طب انا نقلت الكلام امتى؟ ممكن اقله يوم السبت، ممكن اقله يوم الاحد، ممكن اقله بعد شهر بسنة. هينفع اقول ان سارة قالت انها زارت علا امبارح؟ لا. هنا بقى كلمة يسر دي لازم تتحول الى
كلمة تانية تدل على زمن اسمها the day before، اليوم السابق، سابق للكلام. وبالتالي كلمة tomorrow غدا هتبقى the day after، اليوم التالي. last year العام الماضي هتبقى the year before. last month هتبقى the month before، وهكذا. لو انا قلت مثلا I went to London، انا ذهبت الى لندن last year العام الماضي. مونا said، لما اجي احولها هقول مونا said that she، الماضي بتاع went هيبقى had gone، had التصريف الثالث، to London last year هتبقى ايه بقى the year before. هي قالت انها راحت لندن العام السابق، العام السابق للجملة، يوم قالت الجملة كان بقالها سنة زارت لندن. هو ده طرق التحويل في الدايركت والاندايركت ببساطة. لكن عندي شوية حالات خاصة كده يهمني جدا ان افهمها واشغل دماغي فيها. يعني ايه حالات خاصة؟ يعني احنا بنحول المضارع الى ماضي دايما في الدايركت سبيتش. لما اجي انقل الجملة دايما كل مضارع بخليه ماضي، لكن ينفع ما غيرش الزمن؟ في حالات كده لا نغير الزمن. يعني لو زمن الجملة مضارع يفضل مضارع زي ما هو، لو زمن الجملة مستقبل يفضل مستقبل زي ما هو، لو زمن الجملة ماضي يفضل الماضي زي ما هو. انت ما بغيرش الزمن. قالك مع رقم واحد كده فاكتس اللي هي الحقائق. لو الجملة بتعبر عن حقيقة ما بغيرش الزمن، بس لازم افرق بين ثلاث انواع من الحقائق. مثلا لو انا قلت the earth، كوكب الارض، is oval، بيضاوي. وانا said دي حقيقة. لو انا قلت people، الناس، in Egypt، في مصر، speak French، تحدث اللغة الفرنسية، مونا سيد. ممكن وهي بتقول كده كانت معتقدة انها حقيقة، بس دي مش حقيقة. كايرو is the capital of Egypt، القاهرة عاصمة مين؟ مصر، مونا سيد. التلات جمل تقريبا كده بيعبروا عن حقائق، بس كلهم حقائق ثابتة؟ لا. اولا يعني ايه حقائق ثابتة؟ يعني هتفضل طول العمر مش هتتغير. The earth is oval، الارض شكلها بيضاوي، كانت من مليون سنة بيضاوية وحاليا بيضاوية، هتفضل بعد مليون مليار سنة هيفضل شكلها بيضاوي. اذا دي حقائق ثابتة لا تتغير. هنا بقى لازم يبقى زمن الجملة كما هو مضارع، ما ينفعش احوله الماضي. يعني لما اجي احولها لغير مباشر هقول مونا said that the earth، كوكب الارض، is oval. ينفع اقول was هنا؟ لا ينفعش اقول was، لان لو قلت was oval معناها كان بيضاوي وشكله اتغير، هو لم يتغير حتى الان. دي حقيقة ثابتة ما بتتغيرش، تفضل كما هي طول الوقت. الجملة الثانية people in Egypt، الناس في مصر، speak، بتتحدث French، اللغة الفرنسية. هي دي حقيقة؟ دي بنسميها حقائق مشكوك في صحتها. يعني حقيقة مشكوك في صحتها؟ يعني المتحدث يعتقد انها حقيقة، لكن احنا واثقين ان دي مش حقيقة. طب دي اعمل فيها ايه بقى؟ قال لك ده لازم تقدم فيها الزمن، تحولها لمين؟ لماضي. لما اجي احولها اقول مونا said that، مونا قالت in people، الناس، in Egypt، في مصر، speak ولا spoke؟ اقول spoke French. المتحدث كان يعتقد انها حقيقة، بس انا واثق ان دي مش حقيقة، دي حقيقة مشكوك فيها، وبالتالي ما ينفعش انقلها انا كمان على انها حقيقة. انا لازم انقلها على انها حقيقة مشكوك فيها، عشان كده لازم اغير زمن الجملة من مضارع لماضي.
present to past. قلت Mona said that people in Egypt, الناس في مصر spoke French. She told me, أخبرتني that some people in India, إن بعض الناس في الهند speak ولا spoke English, spoke English. طالما الحقيقة مشكوك فيها أنا شاكك في صحتها لازم أحولها لمين؟ لماضي. طب الجملة الثالثة كايرو is the capital of Egypt. القاهرة عاصمة مين؟ مصر. هي حقيقة بس هل حقيقة ثابتة؟ لا دي حقيقة متغيرة. ازاي مصر متغيرة؟ القاهرة عاصمة مصر أنا عارف بس زمان ما كانتش مصر، ما كانتش مصر ليها عاصمة اسمها القاهرة، كانت اسمها طيبة وبعد كده بقت اسكندرية وبعد كده بقت مش عارف، اتغيرت عبر الزمن. النهاردة القاهرة هي عاصمة مصر لكن بكرة I don't know ما عرفش. يبقى دي حقيقة ممكن تتغير قابلة لمين؟ للتغيير. طب طالما هي قابلة للتغيير أخليها مضارع ولا ماضي؟ قال لك الاثنين براحتك، ينفع تخليها مضارع وينفع تخليها ماضي. يعني ينفع أقول كايرو أو طبعا منى said that، منى قالت لي إن كايرو is or was the capital of Egypt. الاثنين صح، ينفع حضرتك تخليها is وينفع تخليها was. الأقرب والأكثر استخداما هو مين؟ المضارع. لكن ما قلقش لو جات لي في امتحان منى said that كايرو وراح جاب لي في الاختيارات was had been مش عارف مين وجابش is، اختار was لان برضو الاستخدام صحيح. ده نوع من الحقائق اسمه حقائق متغيره قابله للتغيير، وبالتالي ينفع استخدم فيها المضارع وينفع استخدم فيها الماضي وان كان المضارع هو الاكثر استخداما. زيهم بالظبط نوع تاني من الحقائق اسمه حقائق مستمره لجزء من الوقت. يعني من جزء من الوقت بس كده الجمله I am 2 meters tall، انا طولي 2 متر. علي سد هي دي مش حقيقه بس ممكن تقعد وقت طويل جدا، فلما اجي احولها اقول ايه بقى؟ علي سد ذات هي از ولا واز بقى؟ ما ينفعش اخليها واز، اخليها مين؟ از 2 متر طول، لان هو حتى الان طوله 2 متر وهيفضل الوقت طويل جدا طوله 2 متر. كمان ما بغيرش الزمن لو كان فعل القول مضارع. say يقول says مثلا، لو قلت Sarah says to me I'm hungry، لما اجي احول الجملة دي ل indirect هقول Sarah طبعا says to هتبقى tells تخبر Sarah tells me that. هقول بقى I هتتحول لمين؟ she. am احولها لمضارع ولا الماضي؟ تعالى كده نشوف نقراهم الاثنين is ولا was hungry. في مشكلة هتقابلني لو انا قلت was، البنت بتقول دلوقتي انا جعانة وده معناه ان لسه ما اكلتش، لكن لو انا قلت سارة اخبرتني او سارة بتخبرني انها كانت جعانة، كانت معناها انها اكلت، هي في الواقع ما اكلتش، هي لسه ما زالت جعانة، يبقى هنا ما ينفعش اغير، ما ينفعش اقول was، لازم تفضل الجملة زي ما هي في زمن مين؟ البريزنت المضارع. ليه بقى؟ لان فعل القول الفعل بتاع الجملة اصلا present مضارع، وطالما فعل القول مضارع يبقى الزمن كما هو ما غيرهوش. I will see you soon، سوف اراك قريبا لاحقا. منى says to me، منى says to me بتقول لي انا هشوفك قريب، لما اجي احولها هقول منى tells me، منى بتخبرني that I will see you بقى she will ولا what؟ لا will، she will see me هتشوفني soon، هتشوفني امتى؟ قريب. يبقى طالما فعل قول مضارع ما ينفعش برضه اغير الزمن، يبقى كما هو مستقبل يفضل مستقبل زي ما هو، present مضارع يفضل مضارع زي ما هو. وكمان ما بغيرش الزمن
لو اتحول من مضارع لماضي او من ماضي لمضارع. يعني يتحول، بص كده، آية سد، آية قالت كده، زمن الجملة مضارع. اوكي، لو ضفت الجملة دي بقى، just now I'm hungry، آية قالت دلوقتي حالا، الجملة كانت وشكلها بيقول انها past ماضي، بس كلمة just now بقى غيرت، حولت الجملة من ماضي الى مضارع فعلي. هي قالت بس قالت امتى؟ دلوقتي حالا. انا جعانة، البنت كده اكلت؟ لا لسه ما اكلتش. لما اجي احولها بقى اقول آية said just now that she is ولا was، لا is، لان هي لسه اصلا ما اكلتش، that she is hungry، انها ما زالت جعانة. يبقى في حالات كتيرة ما بغيرش فيها الزمن، بيفضل زي ما هو. اهمها الفاكتس، الحقائق، بس بشرط تكون حقائق ثابتة ما بتتغيرش. طب لو شبه ثابتة اخليها مضارع او اخليها ماضي؟ طب لو حقيقة مشكوك فيها لازم اخليها تتحول لزمن الماضي. لو فعل قول مضارع say says says to، بحوله بس الزمن يفضل زي ما هو. لو فعل قول ماضي said بس جت جنبه كلمة زي just now، a short time ago، اي كلمة تدل على قرب الحدث، هنا طبعا مش هغير الأزمنة، مش هغير مين؟ الأزمنة. ده بالنسبة للreported statement، الجملة الخبرية. الجملة الخبرية very simple، بسيطة جدا، وهحل ان شاء الله عليها كمان شوية تمارين. نيجي بقى لتاني حاجة عندي هتبقى مكررة في unit 13 unit 13، وهي reported questions، الأسئلة غير المباشرة. بس قبل ما اشرح يعني سؤال مباشر يعني سؤال غير مباشر، اول كده ندي basic information about question. هي الأسئلة عندنا في الإنجليش كم نوع؟ الأسئلة في اللغة الإنجليزية نوعين، closed، أسئلة إجابتها closed يعني مغلقة. يعني إيه مغلقة؟ يعني حاجة من اتنين، يا إما yes يا إما no. اللي احنا بنقول عليه كده في العربي سؤال هل، do you like football؟ تحب كرة القدم؟ إجابتك هتبقى إيه؟ yes أو no. does she come؟ هل جاءت؟ yes or no. did you visit Paris؟ عمرك زرت باريس؟ yes or no. okay، يبقى اي سؤال في do that did am is are will can may، كل الاسئله اللي بتبدا بافعال مساعده بسميها في الانجليش closed questions، اسئله ذات اجابه مغلقه. وده معناه ان في اسئله ذات اجابه مفتوحة بسميها open questions. ايه هي بقى؟ الاسئلة اللي بتبدأ ب WH words، كلمات استفهام، WH words كلمات مين؟ استفهام، اللي هي why، when، where، كل كلمات استفهام في الانجليش غالبا بتبدأ بالحرفين دول WH، زي how ما فيهاش WH بس موجودين، مش جنب بعض لكن موجودين، عشان كده سميت كلمة استفهام في الانجليش double H words. لما اجي احول من reported speech هعمل اربع خطوات. الخطوة الاولى نفس الكلام اللي قلته، said او said to لازم تتحول، بس هنا احولها لمين بقى؟ asked. هناك في الجملة الخبرية كنت بحول لذات، هنا بحول لمين؟ لasked. تاني حاجة هحذف الاقواس، بس هربط بايه بقى؟ قال لك لو السؤال open، سؤال مفتوح، هربط بال WH word بكلمة الاستفهام. اما لو السؤال closed مغلق، هربط بكلمة if او whether، if او مين او whether. ده فايدة اللي احنا قلناه، علشان نوع السؤال نفسه أداة ربط هتتوقف على نوع السؤال. لو كان السؤال اجابته مفتوحة وعندي WH word، عندي كلمة استفهام في السؤال، هربط بيها. لو ما عنديش بقى وسؤال اجابته يس او نو، هربط بمين؟ بوذر. والخطوه الثالثه بقى هحول الجمله اللي قدامي اللي كانت على شكل سؤال لستيتمنت، لجمله مالها خبريه، ودي اهم خطوه. يعني ايه جمله خبريه؟ يعني ابدا بمين؟ بالفعل، وبعديه الفيرب الفعل، اللي طبعا هيبقى في زمن مين؟
الماضي. بدل ما نكتب ده كله تعالى نعمل كده جملتين يطبقوا عملي على اللي احنا قلناه. خلي كده الخطوات معمولة قدامي وهعمل اول جملة. لو قلت Where do you live؟ اين تعيش؟ Summer said to أحمد. سارة بتقول لأحمد Where do you live؟ اين تعيش؟ ده سؤالي. بدأ ب WH word يبقى سؤال اجابته open مفتوحة. لما اجي احول الخطوات اول حاجة said to تحول الى asked يبقى summer asked سألت. سألت مين؟ احمد. تمام. الخطوة التانية هربط السؤال لو كان open ب WH word هو open يبقى هسأل هربط بكلمة where حذفت مين؟ الاقواس وربطت بكلمة where. تمام. الخطوة التالتة بقى هحول الجملة اللي بعد where اللي بعد ده استفهام لستيتمنت الجملة خبرية. يعني أبدأ بمين؟ بالفعل. فين الفاعل؟ do ولا you؟ you. بس هتحول لمين هنا؟ هي سألت أحمد أين يعيش؟ هو يبقى where هتبقى he. you هتبقى he. وبعد كده هستخدم الفيرب الفعل الأساسي بتاع الجملة اللي هو مين بقى؟ do ولا live؟ لا طبعا live. do ده استخدمته لغرض معين ان انا اكون سؤال، لكن لما اقول الفعل بتاع الجملة يبقى الفعل الاساسي اللي هو مين؟ live. اخلف انهي زمن بقى؟ في الماضي. هم دول اللي انا عملتهم بالظبط. summer asked احمد where he lived اين يعيش. اعمل الجملة دي معايا. why are you angry؟ انت ليه متضايق؟ منى said. امسك قلمك كده هقول منى said. ده سؤال يبقى حول said الى asked سألت. سألت مين بقى؟ سألت نانا. تمام. يبقى لازم ابقى عارف الجملة طالما ما فيهاش فاعل يو بتتحول لمين؟ لاي. لان طبيعي جدا انت ليه ازاي انت ليه متضايق؟ منى سالت. سالت مين؟ يبقى منى سالتني انا اوتوماتيك. يبقى منى اسكت هربط بمين هنا؟ واي. هذا الاستفهام. وبعد كده ادور ابدا الستيتمنت الجمله الخبريه ازاي. قلنا يو هتتحول الى اي. الفعل بتاع الجمله مين؟ ار. هحوله الماضي اللي هو واز. واي اي واز انجري. انا ليه كنت انجري؟ ليه كنت متضايق؟ طبعا لازم في الاخر بنحط فول ستوب لان احنا حولناها لجمله لجمله مالها خبريه. تعالى ناخد بقى سؤال اجابته يس او نو. زي مثلا do you like football؟ بتحب كره القدم؟ summer said. لما اجي احول الجمله هقول summer. تمام. سيد هتبقى asked سألت. ادور بقى سؤال open ولا closed. do you like يبقى اجابته yes او no يبقى ده closed. يبقى هربط بمين؟ if. الفاعل you هيتحول الى you like هتتحول الى like it football. انا ليه بحب كرة القدم. اوكي. نفس الكلام اللي قلناه في statement في الجملة الخبرية هيتقال برضو على الكويستشنز الأسئلة بنفس الاستثناءات. بمعنى ان لو كان السؤال بيعبر عن حقيقة لسه مسؤول لي دلوقتي حالا هيفضل زمن الجملة زي ما هو. لو انا قلت مثلا she says هي بتقول when will you travel؟ متى ستسافر؟ لما اجي احول الستيت للسؤال ده هقول she. تمام. ask طبعا في المضارع هتبقى asks زي ما حولنا said في الماضي الى asked. هربط ب when الاداة الاستفهام موجودة قدامي. ابدا ادور على الستيت من الجملة الخبرية. يعني ابدا بالفاعل you. هي بتسأل هتسافر امتى؟ بتسأل مين؟ سألنا انا. يبقى you هتبقى
اي. اوكي اجي الويل بقى هخليها ويل ولا واد؟ طب هي بتسأل دلوقتي يبقى انا سافرت؟ لا اصلا انا لسه ما سافرتش، انا لسه هسافر. يبقى هنا بقى لازم زمن الجملة يفضل زي ما هو. When I will travel، متى سوف أسافر؟ نفس الكلام اللي قلناه، طالما فعل القول مضارع يبقى الزمن كما هو. طب لو أنا قلت جملة كده What is the capital of Egypt؟ ما هي عاصمة مصر؟ سارة said، سارة قالت. هو كده بيسألنا على حقيقة، ايه هي عاصمة مين؟ مصر. فلما اجي احولها لغير مباشر هقول سارة asked her would be what. الفاعل كل ده الفاعل the capital of Egypt، عاصمة مين؟ مصر. فاضل بقى معايا مين؟ الفيرب الفعل، هيبقى is ولا was؟ هو كده سألنا عن حقيقة، وطالما سألنا عن حقيقة يبقى زمن الجملة ماله؟ ما يتغيرش. What the capital of Egypt is، ما هي عاصمة مين؟ مصر. يبقى نفس الكلام اللي قلناها على الستيتمنت، الحالات اللي ما بغيرش فيها الزمن، هو نفس الكلام اللي بيتقال على الأسئلة، وكمان هيتقال على آخر حاجة عندنا في ريبورت سبيتش اللي هو الأوردرز، الأوامر. بس الأول أشرح يعني إيه أوردرز، يعني جملة أمرية. أي أمر في الإنجليش عندنا بيبقى يا إما أمر مثبت يا إما أمر منفي. أمر مثبت يعني infinitive، فعل فين؟ في المصدر، في بداية الكلام. زي ما أقول لك كده stand up، off، ماهر، sit. ده كده أمر مثبت، وده معناه إن فيه أمر منفي اللي هو don't plus infinitive. don't زي الفعل فين؟ في المصدر. زي ما اقول لك كده don't speak، ما تتكلمش. ماهر said to me. لو انا هحول بقى الاوردرز الاوامر، مش محتاجة حفظ ولا محتاجة مجهود كتير، اي امر مثبت بحوله بطريقة واحدة بسيطة، بحط to قبل المصدر، بحط تو قبل مين؟ المصدر. يعني هقول ماهر said to، تتحول لمين بقى؟ told ولا asked؟ الاثنين صح، وفي حاجات تانية كتيرة ordered وinquired هكذا. ماهر told me أو asked me، ده أمر مثبت stand up، أروح حط قبله كلمة to بس to stand up. ماهر طلب مني أقف، كده اتحولت للستيتمنت، اتحولت الجمله لاندايركت سبيتش، الكلام غير مباشر. يبقى الامر المثبت بحط قبل المصدر تو فقط لا غير، والامر المنفي قالك بتحط نوت تو زائد الفعل فين؟ في المصدر. يعني نفس الجمله هنا دونت سبيك، ما تتكلمش. ماهر سيت تو مي، هقول ماهر نفس الحكايه اسكت او تولد، الاثنين ماشي. مي بأمر منفي don't، يبقى اروح حاطط كلمة not to، ألا أتحدث speak. ماهر طلب مني ما تكلمش، ده الأمر المثبت وده الأمر المنفي. كده التلات حالات الجمل التلاتة، الستيتمنت الجملة الخبرية، والكويستشنز الأسئلة، والأوردرز الجملة الأمرية، اتعلمنا ازاي نعملهم من مباشر إلى غير مباشر. خلي بالك ان الريبورت سبيتش بنستخدمه كتير جدا في اللغه الانجليزيه عكس اللغه العربيه، وعلشان كده لازم ابقى عارف نوع الجمله اللي انا بحولها قبل ما اخد قرار اختيار الجمله. بس في شويه حاجات كده هتساعدني، وان كانت مش دايما، بس في دايما كده مثلا كلمه following بتدل على زمن مستقبل، next بتدل على زمن المستقبل، the year after زي البيفور، الحاجات دي كلها بتدل على زمن مين؟ المستقبل. وبالتالي في الاندايركت خاصة في التشويس سؤال الاختياري والفايند ذا ميستيك دايما بلاقي معاهم حاجة تدل على المستقبل زي would plus infinitive أو was aware
زائد الفعل المضاف له ing ماضي مستمر لانه كان مضارع مستمر would والمصدر لانها كانت will زائد الفعل فين في المصدر. يعني جوي يروح جاي في الامتحان مثلا يقول لي she told me that she not me the following week ويروح جايب لي في الاختيارات will see so had seen would see I would say would see. Okay. أول ما بلاقي كلمة the following أعرف إن الجملة كانت بتعبر عن زمن مين؟ المستقبل. وبالتالي الاختيار بتاعي لازم يكون مستقبل متحول. will والمصدر اتحولت ل would والمصدر. أو am was are would verb ing اتحولت ل would أو were verb مضاف له ing. فهنا الإجابة مش هتنفع will see ولا so ولا had seen. الإجابة تبقى would see. تمام؟ كمان لو قال لي she said she us the week after هي قالت ان هي هتزورنا الاسبوع الجاي يروح جاي في الاختيارات يقول لي will see so was seeing seen اشوف كده هي قالت ان هي هتقابلنا the week after الاسبوع امتى الجاي the following week الاسبوع الجاي يبقى هنا لازم يكون حاجه منهم would المصدر او was او was الفين بالمضاف له يعني طبعا الاجابه تبقى was saying she said that she was saying us the following week او the week after. تمام. كمان كلمه before بستخدمها دايما مع زمن ال past perfect اللي هو الماضي التام had plus bb دايما before بتبقى احد الكلمات اللي بتدلنا على زمن ال past perfect الماضي مين التام. لو انا قلت لك مثلا she said she before وراح جايب لي في الاختيارات so had seen بمجرد ما اشوف before بعرف ان الحدث تم في الماضي مين التام. الاجابه صح had seen تبقى الاجابه had seen. دول اكتر الكلمات المستخدمه وتدل على الريبورتد سبيتش الكلام غير المباشر. كمان في كلمه then واصل كلمه then كانت now. كلمه then بتدل على زمن البريزنت كونتينوس المضارع المستمر. لو انا قلت مثلا she said هي قالت she not then وجاب لي في الاختيارات is eating ate had eaten was eating هي كلمة then دي اصلها كلمة now. طب ناو دي بتدل على انه زمن مضارع مستمر am is are زي الفيرب مضاف له ing ده في المباشر. طب في غير مباشر ناو اتحولت لزن وبالتالي am was are زي الفيرب زي ing تحوله الى was aware زي الفعل مضاف له ing فبقت الإجابة صح was eating. يبقى زن بستخدم معها was aware زي الفيرب مضاف له ing the following زي after the next دايما بيجي معاهم would والمصدر او was aware the verb مضاف له ing before دايما بستخدم معاها had plus bb هذا التصريف الثالث. ده كان اهم حاجه في reported speech. يتبقى ان احنا نحل عليه حبه تمارين ان شاء الله هشغلها معاكم على البروجيكتور. كده احنا خدنا فكره عن الدايركت والاندايركت المباشر وغير المباشر. يتبقى ان احنا نجاوب عليهم شويه اسئله من النوعين اللي احنا بنمتحنهم في الامتحان. الاسئله اللي هي اولا find the mistake و trace اسئله الاختياري. طبعا البراكتس اصلا هو اللي هيخليني افهم الزمن اكتر. يعني كل ما افكر كده في جمله واشوف اجابتها كانت ليه هكتر هفهم اكتر الزمن واعرف اشتغل عليه. بص كده الجمله معايا مثلا بتقول لي
Show the correct answer from A, B, C, or D. Number one, he said that he to be a writer. هو قال لي إنه عايز يبقى writer, كاتب. Said that. كده الجملة direct ولا indirect؟ كده indirect speech, غير مباشر. يبقى لازم افتكر التحركات اللي كنت بعملها في الستيتمنت في الجمله الخبريه. انا بستخدم said that, بحول الضمائر وبستخدم الفيرب بزمن الباست الماضي. يبقى لازم الاجابه الصحيحه بتاعتي تبقى wanted. He said that he wanted to be a doctor. ايه اللي خلاني اخترت wanted هنا؟ لان زمن الجمله اتحول من direct الى indirect speech. الجمله الثانيه, زينب that she had never been to a farm. زينب said, asked, told, say. Told? لا مفعش told, لأن told لازم يجي وراها حد يتقال له. She told منى, she told أحمد. ينفع said? آه ينفع said. ليه بقى؟ لأن said قلنا بتبقى كما هي, بحولها بنفس الطريقة. يبقى زينب said that she that she had never been to a farm. منها عمرها ما راحت فين؟ مزرعة. الجملة اللي بعديها, the farmer said that the organic fertilizers in the following year. الفلاحين بيقولوا ان هم هيستخدموا اسمدة عضوية the following. The following يعني العام القادم. طالما فيه the following يبقى عرفت ان زمن الجملة كان future, المستقبل, اللي هو بعبر عنه زي ولو المصدر, بس فين؟ في الدايركت. طب في الاندايركت هتبقى الاجابة would plus infinitive. would use سوف تستخدم. هنا الجملة اتحولت من مباشر الى غير مباشر. الجملة اللي بعديها, he wouldn't be able to sleep until he had finished the homework. he said ولا told he؟ لا طبعا he said. ازاي ده؟ احنا المفروض بنستخدم said وبعدها that. اوكي مفيش مشكلة, انا قلت من البداية ان that ينفع ان انا احذفها. طب نستخدم told؟ لا ما ينفعش, لان told لازم يجي وراها مفعول object. he told عمر, he told me. الجملة الثالثة, الرابعة, الخامسة, I'm going out to عمر. انا خارج. said باهي, باهي told عمر that. انا عايز احول هنا, جاب لي الجملة في الدايركت وفي الاندايركت. طب الجملة كانت بتقول ايه؟ I am going out, انا خارج. طب لما اجي احولها يبقى عمر told that he, am تتحول الى was, يبقى that he was going out. يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى was going out. عمر قال إنه كان خارج بره. الجملة اللي بعدها, جمال said that he would see هاني. جمال قال إنه هيقابل هاني. would والمصدر, دي الكلمة اللي بيجي معها دايما future. طب فين اللي يدل على future؟ دول yesterday, the following day, the day before, today. طبعا the following day, اليوم التالي, لان the following day كان اصلها tomorrow, اتحولت الى the following day. منى number 7 said that she to the park Thursday before. هي راحت البارك المنتزه يوم الخميس السابق الماضي اللي فات. before دايما بتدل على انهي زمن الماضي, انهي زمن الماضي فيهم طبعاً present past perfect اللي هو الماضي مين؟ التامي. الإجابة الصح هتبقى had been. علا told the class, أخبرت الفصل that give taught a talk, تلقي محاضرة about meet on that day. that day ذاك اليوم, في اليوم إياه, اليوم اللي فات. يبقى هنا لازم الجملة تبقى ماضي ولا مستقبل؟ ذات دي تنفع لو انا بتكلم على يوم فات, وينفع اتكلم على يوم جاي, لان اصلا كلمة today ينفع تدل على الماضي وعلى المضارع وعلى المستقبل. كلمة today لو انا بقولها النهاردة بالليل يبقى معناها ماضي, الصبح النهاردة قابلت فلان. لو انا قلتها الصبح كلمة today نفسها تدل على المستقبل, النهاردة هسافر, today I will travel. طب هنا had هتبقى صحيحة بتدل على الماضي, would بتدل على المستقبل, مين فيهم الصح بقى؟ تمام would, لأن would ينفع يجي وراها infinitive فعل في المصدر, لكن had, had بيجي وراها تصريف تالت. تمام يبقى الإجابة هتبقى
He told the class that she would give a talk. الجملة رقم 9. My uncle said that many people in India English. ناس كتيرة في الهند بتتكلم لغة إنجليزية. Speak ولا spoke. افتكر كده. قلنا ده نوع من الحقائق بسميه حقائق مشكوك في صحتها. الناس في الهند بتتكلم هندي. لكن الناس في الهند، ناس كتيرة في الهند بتتكلم إنجليش. أنا مش واثق من المعلومة دي، أنا شاكك في المعلومة دي. يبقى على طول أحولها إلى الماضي، يبقى spoke English. ديفيد هي عملناها قبل كده. سيد ولا تولد؟ طبعا سيد. ايه ده بس الخيارات ما فيها سيد، فيها asked، فيها told، فيها promised، فيها wanted. طب تعالى كده نقراهم. ديفيد سأل، لا ما تنفعش. ديفيد told، لا برضه ما ينفعش. اخبر مين؟ ديفيد promised، وعد. الوعد ده دايما بيستخدم مع future، والجمله فيها future اهو. ديفيد promised، وعدنا، that he would phone me، انه هيكلمني that evening. يبقى الاجابه الصحيحه هتبقى promised. Summer that the helicopter was flying. Said تمام. ليلى said that she the TV serial by then. Then فاكرها دي كانت كلمة ايه اصلا؟ كانت كلمة now اتحولت الى then، وقلنا دايما بستخدم معها was or were the adverb مضاف له ing. يبقى الاجابة الصح wasn't watching. He said just now. الجملة دي مضارع ولا ماضي؟ الجملة دي ماضي تحول لمضارع. هو قال دلوقتي حالا انه هيبيع عربيته next month، الشهر الجاي. Would buy ولا will buy؟ مع just now دايما يبقى الزمن كما هو ما يتغيرش. يبقى الإجابة الصح هتبقى will buy. She promised وعدت that she be at home the next morning. الصباح القادم. يبقى future مستقبل. يبقى تمام. What? What زائد الverb في المصدر. Would be لأن الجملة كان أصلها will وتحولت. الجملة رقم 15. He دينا that he was writing a letter. هو قال ولا أخبر دينا؟ تمام. يبقى هي told. طالما في مفعول على طول بختار مين؟ told. ليزا said the to Dubai the next year. العام القادم. Future اللي بيعبر عن future. قلت هما حاجتين would والمصدر او was or were the verb مضاف له ing. مين اللي موجود فيهم هنا؟ تمام. ليزا said that they were going to Dubai. فاطمة said that she to be a writer. فاطمة قالت انها عايزة تبقى دكتورة. هي قالت ايه لما قالت؟ قالت I wanted to be a writer. تمام. يبقى لما اجي احولها اقول wanted، ماضي بسيط لان اصله مضارع بسيط. 18. He said that his mother him with his homework then. ايه then دي؟ اللي هي اصل كلمة now اللي هو was or was الفعل مضاف له. تمام. ing. 19. She that مفروض said. فين said؟ ما فيش said، في told. تنفعش. wonder تسألت، لا ده مش سؤال. complained اشتكت. طب نقرا الجملة. هي اشتكت انها انتظرت for more than hour، لأكثر من ساعة. تمام. يبقى هنا complained. طبعا في بعض الكلمات هتساوي في المعنى said، هتساوي في المعنى مين؟ said. لازم برضو يبقى عندي خبرة وعندي دراية بيهم. انا مش بس بستخدم said ومش بس بستخدم told، في كلمات تانية بيستخدمها في الانجليش بتؤدي نفس المعنى اللي هما claim يدعي، complain يشتكي يشكو، mention يذكر يقول، indicate يؤكد، agree يوافق، promise يوعد، admit يعترف، explain يشرح. الكلمات دي كلها هتؤدي نفس استخدام said. فهنا لو قلت فاطمة or she complained اشتكت that she had waited. complained زيها بالظبط زي said. she said that she had waited. اخر جملة they promised that promised وعدونا. اصلا البروميس ده دايما بستخدم معاه will زائد الفعل فين؟ في المصدر. طيب هنا الجملة تحولت للماضي. تمام. يبقى she promised that she would phone. اوكي. دي الاسئلة اللي على الستيتمنت الجملة الخبرية. ناخد كمان حبة اسئلة عن الـ orders والـ questions.
If I'm the mistake, أنا أقول كم جملة كده بسيطة. I ask الدعاء that or I ask الدعاء that I had been studying yesterday. Okay, جملة طبعا فيها two mistakes. هي المفروض I told دعاء. أنا أخبرت دعاء that she had that I had been studying yesterday. كده في mistake واحد في الجملة اللي هو إيه بقى؟ أنا أخبرت دعاء يبقى indirect. يبقى yesterday ملهاش مكان هنا. يسردي بتتحول في الاندايركت بتتحول لمين بقى؟ تمام. The day before اليوم السابق. لازم أراعي إن كل كلمة في الاندايركت تبقى متحولة لزمن الخاص بيها. سامي Sam's text message says that he has arrived safely. الرسالة بتاعته بتقول إنه وصل بالسلامة. أوكي. بس الرسالة بتاعته دي في الماضي وفي said. يبقى لازم الجملة تتحول كلها للماضي. يبقى هل تبقى تمام هاد. جيلان said that she has never been to a farm. هي قالت ان عمرها ما راحت مزرعة. هي قالت indirect. يبقى كل الازمات تحول لمين؟ للماضي. يبقى هاز برضو تتحول الى تمام هاد. they said that they had visited a farm last year. last year ده في الدايركت. لكن في الاندايركت لازم تتحول. بتحول ايه بقى؟ تمام. The year before او the previous year. العام السابق. اخر جملة. سهيلة said that she wanted to visit a farm tomorrow. سهيلة بتقول انها عايزة تزور مزرعة tomorrow. tomorrow امتى؟ بكرة. ده زمان لما قالت الجملة. لكن لما حولناها لغير مباشر قلت سهيلة said that she wanted to visit a farm. ما ينفعش اقول tomorrow. اقول the following day او the day after. اي اجابة فيهم هتبقى صحيحة. اوكي. ده بالنسبة للاسئلة الخاصة بال indirect statement. طيب بالنسبة للاسئلة تعال كده نحل كام سؤال عليهم. اول جملة بتقول هي نفس الفكرة. بفكر الاسئلة بالذات فكرتها واضحة وصريحة. بعد أداة الاستفهام هدور على حاجتين. فاعل وفعل في زمن الماضي. إلا في حالة عدم تغيير الزمن. دايما يبقى في دماغي كده. إن هدور على أداة استفهام وبعدها فاعل وفيرب. الفعل غالبا بيكون في زمن الماضي. يعني مثلا قلت أول جملة. He wanted to know. هو كان عايز يعرف. How much. أدور على فاعل. فين فاعل فاعل فاعل. أوكي. I had paid. هو كان عايز يعرف قد ايه انا دفعت for my car. احنا لازم بعد السؤال بعد الاستفهام استخدم الشكل النمطي للجمله الخبريه الستيتمنت اللي هو فاعل وفيرب وفعل وغالبا بيكون في زمن ماضي. طارق asked مازن هو مازن playing football. ادي هو الاستفهام الفاعل مازن. يبقى ادور على فعل فين في الماضي. عندي had وهاد been. مين اللي ينفع يجي وراه ing؟ تمام had been. لان had been زائد الفيرب مضاف له ing زمن الماضي التام المستمر. سامية asked هالة she was doing anything the next day. سألتها هل بتعمل حاجة اليوم التالي؟ هل دي بعبر عنها ازاي؟ كلمتين if او whether. if او مين؟ موجودة whether. يبقى whether هي الإجابة الصحيحة. سامية asked هالة whether she was doing anything the next day. The teacher wondered. المدرس تساءل. كلمة تساءل معناها asked. سأل. في برضو كلمات كده بتساوي ask زي wanted to know. أردت أن تعرف. Had no idea أو have no idea. ما عندهش فكرة. Wondered تساءل. Inquired استعلم. The teacher wondered يعني تساءل whose bag شنطة مين؟ ده كل ده عبارة عن أداة استفهام. Whose bag؟ يبقى لازم أدور على فاعل. فين الفاعل؟ that. تمام. بس في اتنين ذات. يبقى اللي بعدهم فعل فين في الماضي. ذات is ولا ذات was. تمام ذات was. I asked him what then. فين الجملة اللي بدأت بفعل أصلا؟ هي واحدة بس. He was reading. واحنا عارفين الزين دايما بيجي معها was or where. ذات الفعل مضاف له ing. I asked or he asked me. هو سألني if. أدي فاعل وأدي كمان فاعل. تمام. نرجع بقى للجملة. A new car the previous month. هل سألني هل انت اشتريت عربية الشهر الماضي previous
بتدل على زمن مين؟ الماضي يبقى I would ولا I had. تمام. I had boot. He asked me if I know that his sister. هو سألني if, لو أنا عارف that his sister, إن أخته, كل ده الفاعل, كانت مريضة. فين كانت هنا؟ هتلاقي حاجة كده في الماضي. Is, has been, had been, will be. Of course, had been. تمام. She asked me, سألتني. بص بقى الجملة رقم تانية كده, أحتاج أتفكر شوية. The film. هي سألتني, هل اتفرجت على الفيلم؟ الجملة دي direct ولا indirect؟ في علامات تنصيص أقوى سي. يبقى الجملة indirect؟ لا. الجملة هنا direct speech, كلام مباشر. وبالتالي طالما هي كلام مباشر يبقى لازم أخد شكل السؤال العادي اللي هو أداة استفهام فاعل. طبعا هل اتفرجت على فيلم؟ أفضل زمن بيناسبني هنا المضارع التام present perfect. تبقى الإجابة صح, هتبقى have you watched the film؟ ما ينفعش استخدم are you watch, ده مش انجليش. you have watched ما استخدمش الستمنت الجملة الخبرية, ولا you are watching, لان الاثنين دول الستمنت الجملة الخبرية. لازم استخدم شكل السؤال العادي جدا, لان اصلا الكلام هنا مش متحول, الكلام هو direct speech. رقم 9, he asked me why, فاعل I want. تمام, بس غلط لان ده مضارع. I wanted ده ماضي. تمام, يبقى لازم فاعل, وفعل فين؟ في الماضي. he asked me why I wanted to work abroad. هو سألني انت ليه عايز تشتغل بره مصر. اوكي. رقم 10, they asked me if my parents, ادي if, ادي تربط بعدها my parents, يبقى بدور على verb في الماضي. فين فين؟ no, are knowing, have known, no. تمام, no, زمن الجملة ماضي. يبقى لازم هم سألوني هل والديك يعرفوا I was there, ان انا كنت هناك. 11, Romy wanted to know, اراد ان يعرف. بالضبط هي نفس جملة asked, wanted to know معناها asked. where Mona, ادي ادي استفهام, ادي الفعل, فعل في الماضي. 2 days before, before لازم نجمعها ماضي مين؟ تمام, ماضي تام. يبقى الاجابه هتبقى had been. I wondered, تسألت, what of my idea, هم كان ايه رايهم في فكرتي. تمام, they thought. Where did I ask Sarah if she the bus to school, if she, فين الماضي. تمام, took. She asked me whether my uncle, of course, no. He asked me why, فين بدأ بفعل. Do I want, had I wanted, did I want, I wanted. تمام, فعل, فعل في الماضي. كل الأسئلة غير مباشرة هتبقى بنفس الطريقة, وكمان في find the mistake هتبقى بنفس الفكرة. He asked me if he had so, ينفع بعد هذا استخدم so؟ لا طبعا, had بدل على الماضي التام, يبقى لازم يجي وراها seen. He wanted to know, كان عايز يعرف how would I, احنا قلنا بعد الاستفهام بدور على مين؟ فاعل subject الاول, بعد كده الفيرب, يبقى would I هتبقى I would. تمام. نبيل asked ياسر what is he. اولا الشكل كده غلط, ما ينفعش اقول is he, لازم ابدا به الاول. بس هو بعد he هستخدم is اللي هي مضارع؟ لا, تبقى الإجابة he was. يبقى is he كلها غلط, لازم تبقى نبيل asked ياسر what he was doing, كان بيعمل ايه. رامي wanted to know where had Mona, طبعا هتبقى تمام منى هاد. ورد asked سارة how she usually gets. لا, ما ينفعش gets, هي بتسألها انت دايما بتروح ازاي. الماضي بتاع جيت هو تمام got. what were you doing this evening, هتعمل ايه هذا المساء. ايه ده, direct or indirect؟ دي جملة direct مباشرة, يبقى لازم زمن الجملة يبقى فيها present مضارع, لان هو بيسألني هتعمل ايه النهاردة. يبقى مينفعش اقول where, لازم اقول are. طارق wanted to know, كان عايز يعرف who مازن has. فيش has, طالما الجملة متحولة indirect يبقى على طول هستخدم had. 8, I wanted to know how much did وليد paid. اولا شكل الجملة كده غلط, لازم ابدأ بمين؟ بوليد. تمام, لان ده الفعل, بس وليد ما ينفعش اقول معاه did. الماضي البسيط بتحول لماضي مين؟ تام, يبقى هتبقى had paid.
كل الجملة كده الخطأ بتاعها did وليد بيت هتبقى had بيت. وليد had بيت. He asked me if I finish. لا ما ينفعش finish ده مضارع. If I finished. If I finished. زمن الجملة ماضي بسيط. He wondered how long did I stay. نفس الكلام مفيش حاجة اسمها did I stay. لازم أبدأ ب I الأول وبعد كده استخدم had وبعد كده stay هتبقى stayed. هتبقى stayed. اوكي ده كده اتعلمنا ازاي نجاوب الاسئله المباشره واسئله غير مباشره وحلينا عليهم فاينز ميستيك وحلينا عليهم كمان تشايز اختياري. يا رب يكون سبتت في دماغنا ان شاء الله. اوكي كده خدنا الجرامر بتاع يونت 10 اند يونت 13 الوحده 10 الوحده 13 ناخد بقى الريدنج بتاعهم. العنوان عندي يونت 10 وير اور فود كامز فروم من اين ياتي الطعام. الفوكاب بتاعتي fertile حصب دايما بصف بيها السويل التربه الزراعيه genetically modified معدل وراثيا food الاطعمه organic non organic طبيعي انما بطريقه طبيعيه بقول عليه organic غير عضوي يعني غير طبيعي الانسان ضاف له مواد كيميائيه بسميه non organic pesticide المبيد اللي ببيد به الافات spray الفيرب يرش لما برش كده سبريز agriculture مهنة الزراعة اللي هي حاجتين كده farming زراعة الأرض and keeping animals وتربية الحيوانات على بعض الاثنين بسميهم agriculture fertilizer الأسمدة poisonous same chemicals المواد الكيميائية a chemical المفرد بتاعها مادة كيميائية genes الجينات الصفات الوراثية اللي بتشكل الإنسان أو الحيوان أو النبات ingredients المكونات المقادير بتاعت الأكلة ripen root rotten الverb root يتعفن أو يفسد الطعام الفاسد نفسه بقول عليه rotten seeds starvation starve starvation المجاعة زي كلمة hunger starve يموت من الجوع modify modification modify يعدل في حاجة يغير في ملامحها modification تعديلات genetics علم الوراثة اللي بيدرسوه في الجامعة كربوهيدرات اللي هي الكربوهيدرات المواد المغذية للإنسان دي أهم الفوكاب بتاعت يونت 10 كمان عندي أربع كلمات genetic genetic engineering علم الهندسة الوراثية علم بيدرس خصائص الإنسان فات الدهون وبروتين البروتينات اللي بتغذي جسم الإنسان الأول كده يهمني الديفينيشنز بتاعتي التعريفات بتاعت المنهج دي أهم حاجة في اليونت. أول ديفينيشن عندي اسمه genetically modified معدل وراثيا. يعني شيء معدل وراثيا يعني to make changes إنك تعمل تغييرات على the genetic structure الهيكل الجيني of the groups to improve them. أجيب محاصيل كده وأعمل عليها تعديلات وراثية علشان improve أحسنها. To resist diseases عشان تقاوم الأمراض. بعض النباتات كده زي الطماطم ما كانتش بتقعد لفتره طويله فابتدينا نعمل عليها genetically modified نعمل عليها تعديل وراثي عشان خاطر نغير خصائصها fertilizers الاسمده the things which farmers put on the soil الحاجات اللي الفلاح بيحطها في السويل في التربه to help plants to grow تساعد النباتات انها تنمو fertilizers اسمده في اسمده عضويه طبيعيه واسمده non organic غير عضويه organic يعني طبيعي عضوي نما بطبيعه بطريقه طبيعيه using farming methods استخدام الوسائل that do not use chemicals بدون استخدام ماده كيميائيه that are harmful to the environment لان المواد الكيميائيه كلها بتبقى harmful بتبقى ضاره to the environment لمين للبيئه لكن النبات اللي نما بطريقه طبيعيه من غير تدخل انسان بسميه organic poisonous ماده سامه يعني containing بتحتوي على something that can kill you حاجة ممكن تقتلك if you eat لو أكلتها أو drink حاجة سامة pesticides المبيدات احنا بنقول عليها دايما مبيدات حشرية هي أي مبيد للأفات سواء كان حشرات أو نباتات chemical which is used to kill insects on crops بستخدمها لقتل النباتات spray يرش النبات
يرش الشيء الضار. To make liquid come out, أخلي أي سائل come out يخرج من container من وعاء in a stream of very small drips. لما أخلي أي سائل يخرج على شكل نقاط صغيرة كده برشه. Genetic engineering الهندسة الوراثية the work of changing the genetic structure of crops عملية تغيير شكل البناء الجيني الصفات الوراثية بتاعت الحيوان أو النبات. Ingredients المقادير المكونات بتاعت الطبخة بتاعت الأكلة the things from which a type of food is made الحاجات اللي بنعمل منها الأكلة. الverb root يتعفن بيساوي الverb decay يتحلل or to make something decay يخلي الحاجة تفسد تبوظ. Starvation اللي هي المجاعة وقلنا دي بتساوي كلمة hunger الجوع. When someone becomes ill لما شخص يبقى مريض or dies أو يموت as they do not have enough to eat لما يبقاش عنده كمية مأكولات. آخر حاجة الجينات الوراثية بتاعتي صفات الوراثية. A part of a cell جزء من الخلايا of a living things للكائنات الحية of a living thing للكائن الحي which controls بتتحكم what it will be like بتحكم في شكله جيناتي اللي ورثتها من بابا وماما هي اللي بتغير وبتحدد شكلي. المقال بتاعنا اصلا عن هل الطعام بتاعنا يجب ان يعدل ام لا. Should our food be modified or not? Thousands of years ago من الاف السنين most people were hunters معظم الناس كانوا hunters. كلمة hunters معناها صيادين. الفيرب منها hunt يصطاد وكلمة hunt عندي دايما لما بيقتل الشيء قبل ما يمسكه hunt غير catch. catch بيمسك الحاجة حية catch fish لكن hunt يصطاد يعني يصطاد حاجة بعد قتلها زي كده the lion الأسد hunts the prey بيصطاد الفريسة. Whose food came from the animals الطعام بتاع الإنسان زمان كان بيجي من الحيوانات and fish والأطعمة that they had killed اللي قتلها and from nuts roots جذور and the fruit الفواكه that they had collected اللي كان بيجمعها. Later بعد فترة these hunters lived in one place كل الفلاحين عاشوا في مكان واحد and became وتحولوا إلى farmers كان صياد وتحول إلى farmer فلاح. Whose method وكلمة method معناها طريقة وسيلة طريقتهم of getting food في الحصول على الطعام was to grow crops هي زراعة المحاصيل. From the seeds من seeds seeds اللي هي بذور wild plants كلمة wild معناها بري ودايما بتيجي مع الحيوان أو النبات. حيوان عايش في البرية في الصحراء بقول عليه wild animal نبات طلع لوحده كده من غير ما الإنسان يتدخل فيه بقول عليه wild plants. Over time بمرور وقت they had noticed لاحظوا that some plants were better than other بعض النباتات أفضل من أخرى عشان كده بدأوا they saved the seed بدأوا يوفروا البذور from these plants من نباتات and so بالتالي the quality of their crops جودة محاصيلهم improved تحسنت. طبعا عندنا quality معناها جودة في كلمة شبهها اسمها quantity كمية وعندك كلمة improved يتحسن وفي كلمة شبهها اسمها proved اللي هي معناها يثبت أو يبرهن like animals زي النباتات. All other things contain genes كل الحيوانات وكل الكائنات اللي على وجه الأرض ليها جينات which control what they will be like بتتحكم في شكلها. Modern scientists العلماء can put genes بيحطوا جينات دي into plants and animals in their laboratories العلماء بياخدوا الجينات دي ويشتغلوا عليها في المعامل and this mean وده معناه that they can modify ان العلماء يعرفوا يعملوا modify يعني يعدلوا their genes جيناتهم in order to change عشان خاطر change يغيروا what they are like يغيروا شكلها. طبعا في فرق بين modify يعدل يعمل تعديل بسيط لكن change يغير بالكامل. This is called العملية دي بسميها genetic engineering الهندسة الوراثية كلمة جين الجين نفسه الصفة منها genetic وطالما هي صفة يبقى لازم يجي وراها noun اسم genetic engineering هندسة هندسة مالها وراثية. A type of tomatoes نوع من أنواع الطماطم is an example of this when tomatoes ripen لما النباتات ripen لما نبات الطماطم بينضج الفعل أصلا ripen R-I-B-E-N الصفة منه اسمها ripe أشيل حرف الN كده معناها ناضج لما الطماطم ripen تنضج
One of the genes produce a chemical بتنتج لنا مادة كيميائية that makes the fruit بتخلي الفواكه rot بتخليها rot تفسد تتعفن. Scientists can modify these genes العلماء بيغيروا الجينات دي so that علشان the tomatoes do not rot so quickly عشان الطماطم ما تبص. So this is one way in which genetically modified crops بالطريقة دي اخترعنا مصطلح جديد اسمه genetically modified crops محاصيل معدلة وراثيا الرمز بتاعها GM genetically modified can improve العلماء شايفين ان الحاجات دي ممكن improve تحسن agriculture الزراعة. Scientists know that this technology can also protect people العلماء بيقولوا كمان دي ممكن تحمينا من starvation من المجاعة. In countries where insects في البلاد اللي فيها حشرات or diseases او امراض destroy crops بتدمر محاصيلنا. For example مثلا fruit and vegetable have been modified so that العلماء بيقولوا ان المحاصيل اتعدلت علشان are not damaged by the diseases that kill other plants ما تقتلهاش الامراض اللي بتصيب باقي النباتات. However مع ذلك many people believe that modified food ناس كتيرة شايفة ان الطعام المعدل وراثيا ده is unnatural. Unnatural يعني غير طبيعي and fair وخايفين. طبعا كلمة unnatural عكسها natural طبيعي. And fear وخايفين that genetic engineering الهندسة الوراثية may bring ممكن bring تجلب تحضر تجيب لنا new diseases in the future تجيب لنا أمراض جديدة فين في المستقبل. So should we eat genetically modified food or not ناكل أطعمة معدية ولا لا. Surprisingly من المذهل that cakes and many other food أطعمة كتيرة that we have been eating have some ingredients فيها بعض المقادير which is genetically modified معدلة وراثيا. Unit 13 الوحدة 13 احنا خدنا الجرامر بتاعها اللي هو كان direct indirect questions الأسئلة غير مباشرة. الريدنج بتاعها اسمه keeping safe البقاء آمنا ازاي تحافظ على أمانتك على أمانك في المنزل. درس كده ريدنج بسيط بيكلمنا عن المشاكل بتواجهنا في البيت الكلمات بتاعتي الفوكاب. adults الكبار adults البالغين increase الفعل يزيد يزود او النون زيادة يعني بستخدمها اسم وفعل. moist رطب ندي فيه مندي كده. angle زاوية احيانا بستخدم معنا كلمة وجهة نظر. plank يفتح وغمض عينيه بسرعة يرمش بعينه كده. brightness السطوع. flat احنا عارفينها قبل كده معنا شقة بس هنا هتيجي صفة بمعنى مستوي. height ارتفاع. temporary مؤقت مش هيستمر فترة طويلة عكسها permanent دائم. بعد كده عندي position بتيجي برضو اسم وفعل. position الموقع او يضع الشيء في مكانه. repetitive متكرر. strain اجهاد توتر حالة عصبية. injury اصابة. regular منتظم احنا عارفين قبل كده كلمة regularly بانتظام. stretch الverb يمدد. screen الشاشة دايما متصلة بجهاز شاشة الموبايل شاشة الكمبيوتر. avoid يتجنب. focus on lid الغطاء. oven basic اساسي جاي من كلمة base قاعدة. sore مؤلم دايما بتيجي مع متقرح المعدة او حاجات كده. straight او التهاب الزور sore برضو. straight مستقيم. majority minority عكس بعض غالبية الناس اقلية منهم. involve point out يشرح يوضح explain. unplug هي يفصل الفيشة دايما الفيشة بتاعت الجهاز يشيل الفيشة كده من الكهرباء. overload يزيد احمال دايما برضو تيجي مع لما احط فيش كتيرة كده في الكهرباء بحط 3 4 اجهزة فيشة واحدة بقول عليها overload الزيادة. socket المكبس او الفيشة اللي هي في الحيطة. alarm جهاز الانذار واخر حاجة extinguisher طفاية الحريق. put out يطفئ دايما مع الحرائق.
ديتكت يكتشف زي كلمة كده اكسبلور يستكشف معالم المكان. بلانكت كام اب ويز يخرج لنا فكرة يطرح لنا فكرة جديدة كام اب ويز. بيرسويت يقنع. اركيولوجي علم الآثار خدنا قبل كده اركيولوجيست عالم آثار. اكزيبشن معرض. بريفنت يمنع. سنسيبل حكيم قرار مناسب سنسيبل ايديا. شورلي بالتأكيد. وآخر حاجة نوتس يلاحظ لو جت فيرب لو جت فعل بمعناه لافتة يفطأ في الشارع. يهمني أول الديفينيشنز بتاعتي أول ديفينيشن عندي اللي هو أنجل موقع الشيء زاوية الشيء زاوية الرؤية. The position from which something is viewed الموقع اللي من خلاله بنشوف الحاجة الأنجل بتاع زاوية 90 زاوية كبيرة. بلينك يغمض ويفتح عينيه مرة واحدة shut and open your eyes quickly لما تفتح وتغمض عينيك كده لو حصل لك حاجة. برايتنس لما احب كده الموبايل بتاعي اعلي البرايتنس بتاعه اعلي الاضاءة بتاعته السطوع الشاشة. The quality of light جودة الاضاءة given or reflected اللي بتنعكس على in an object على اي شيء. flat لو جت noun معناها شقة لو جت صفة مستوي. describe something that is level بوصف الشيء اللي هو بيبقى level مستوي. smooth and even الثلاث كلمات كده دايما معناها مستوي. height ارتفاع الشيء the measurement المقياس from the bottom to the top من القاع الى القمة. اي حاجة من اولها الاخيرة كده من فوق لتحت بقول عليها height ارتفاعها. moist رطب برضو زي كلمة wet زي كلمة damp زي كلمة humid وان كانت humid دايما بتصف حالة الجو جو رطب. permanent حاجة دايما حاجة تستمر continue forever هتنتهي او تستمر للابد لن تنتهي وظيفة دايما زوجة دائمة. position the location الموقع كلمة position هي نفس كلمة location وإن كانت دايما position بستخدمها مع موقع شيء بالنسبة لما حوله ودايما كمان بستخدم معنا كلمة وظيفة position بتاعي. electrical كهربي يتعلق بالكهرباء ليها علاقة بالكهرباء. using or to do with electricity بيتعامل مع الكهرباء مهندس electrical engineer مهندس كهربائي. fire extinguisher طفاية الحريق دي عبارة عن a piece of equipment معدة كده used for stopping or putting out إخماد small fires بتستخدم لإخماد الحرائق دايما صغيرة. majority غالبية الناس معظمهم بتساوي كلمة most 90% وأكتر. the most of the people in the group. overload قلنا يزيد أحمال يحط فيش كثيرة. to put too much electricity through something حط كهرباء كتيرة من خلال something من خلال شيء واحد. point out بيساوي كلمة explain يشرح tell someone something يقول لك حاجة يوضح لك فكرة. simple بسيط easy to understand حاجة سهلة فهمها. easy to do حاجة سهلة عملها حاجة بسيطة. unplug يسحب الفيشة من الكهرباء to disconnect يسحب يخلع a piece of electrical equipment يسحب المعدات الكهربائية by taking its plug بسحب الفيشة out of the socket من السوكت. ايه هو السوكت؟ السوكت اللي هو الفيشة اللي في الحيطة a place in a wall مكان في الحيطة where you can connect equipment بتوصل فيه المعدات الكهربائية to the supply للمزود بتاع مين؟ الكهرباء. الريدنج بتاع شوية نصايح كده عن السيفتي at home الامان في المنزل زي تعيش في بيتك كده بامان. بيقولك one of the most common causes واحدة من الأسباب الشائعة المنتشرة كمان معناها شائعة منتشرة عدده كتير شبه كلمة popular وإن كانت popular معناها محبوب. causes of أحد أسباب وكلمة cause of بيساوي كلمة reason بس الفرق البسيط إن cause of لكن reason for. personal شخصي injury أحد أسباب الإصابات الشخصية is هو an accident at home الحوادث اللي بتحصل في المنزل معظم الناس بتتعور بسبب حوادثهم اللي بتحصل جوه البيت. and the two groups most in danger اكتر فئتين في خطر from these injuries من الاصابات دي are children under 5 الولاد تحت سن الخامسة and others over 70 الناس الكبار اللي فوق سن 70. recently مؤخرا a group of people were asked where most accident took place سألنا الناس أنهي مكان بتحصل فيه الحوادث؟ took place معناها happen يحدث
عندي كلمة تيك يأخذ، لو جه معاها بليس، تيك بليس معناها هابنز يحدث. ايه اكتر من مكان بيحصل فيه الحوادث؟ The majority معظم correctly من غير ما فكروا said the kitchen، قالوا اكيد المطبخ. ليه بقى؟ Because this is where most house fires begin. دايما بتبدأ مين منه؟ الفايرز الحرائق. The bathroom، bathroom اللي هو الحمام كمان، is also a danger area، كمان منطقة خطر. Because this is where many older people fall. ده المكان اللي الناس الكبار بيحصل لهم ايه بقى؟ فول، بيقعوا. And there were some accident، وكمان بتحصل فيه حوادث involving متضمنة electric equipment، منها المعدات الكهربائية. دايما المعدات الكهرباء بتبقى موجودة كتير في الحمام، سخان مش عارف ايه، فبتحصل هنا المشاكل. When we asked a safety expert، لما سألنا خبير، expert يعني خبير، افتكر كده الكلمة دي بتاخد ثلاث حروف جر، in on at، expert in، expert on، expert at، خبير في. What we could do to prevent، ايه اللي ممكن نعمله عشان نمنع accident at home، الحادث في البيت. الراجل he came up with، خرج لنا، طرح لنا شوية افكار simple، بسيطة but useful، لكنها مفيدة. He pointed out، explained، شرح لنا. For example that we shouldn't leave food cooking، من المفروض ما نسيبش الاكل cooking، بيطبخ، in the kitchen، في المطبخ، ما نقعدش نسيب الاكل بيطبخ ونخرج. He also recommended، كمان رشح لنا، a number of simple things، بعض الأشياء السيمبل السهلة that we could do، اللي ممكن نعملها. Including، كلمة including معناها من ضمنها، بما فيها، متضمنة، دايما بيجي قبلها عدد أكبر من اللي بعديها. Including turning off، من ضمنها إغلاق and unplugging، وإزالة الفيش from electrical equipment، من معدات الكهربائية. When it is not in use، لما تكونش مستخدمة. And not overloading، وعدم الإفراط في electrical socket، ما حطش في السوكت، في الفيشة، معدات كهربائية كتير، لأن ده بيعملها overloading، زيادة أحمال. He also said that all homes should have fire smoke alarm، كل بيت لازم يبقى فيه حاجة اسمها smoke alarm، جهاز إنذار. Finally، أخيرا، we asked him، سألناه، what we should do if a fire started at home، نعمل ايه بقى لو الحريق بدأ في الهوم، في المنزل. He suggested that home should have، قال لنا البيت لازم يكون فيه fire extinguisher، طفايه حريق. And that families should work out، وان كل عيلة لازم تعمل لنا fire escape plan، خطة هروب من الحرائق، if the worst happen، لو حصل لنا الأسوأ. He also remind us، كمان قال لنا، that throwing water in a fire، ان احنا لو طفينا الحريق بالمية، for example on a fire caused by electrical equipment، لو كان الحريق ده اتسبب فيه electrical equipment، معدة كهربائية، doesn't always put it out، ده ما بيخمدش الحريق، بالعكس، but it can make the situation worse، ده ممكن يخلي الموقف أسوأ. In these cases، وفي هذه الحالات، a fire blanket is recommended، الحل الوحيد هنا بيبقى ال fire blanket، البطانية. If everyone follows this simple advice، لو كل واحد اتبع الأفكار السهلة السيمبل البسيطة دي، the number of serious injuries caused by accident، عدد الحوادث at home can be reduced، عدد الحوادث هيقل. ده كان reading بتاع النهاردة، أتمنى من الله عز وجل إن أنا أكون قلت حاجة إن شاء الله مفيدة ليكو. إن شاء الله هنكمل بعد كده شرح المنهج، إحنا خدنا الوحدة 10 والوحدة 13، وإن شاء الله نرجع نكمل بقى اليونتس بتاعتي، بس بترتيب كده يسهل عليا الجرامر. كان معاكم مستر تغاني السيد، شكرا وكل سنة وانتم طيبين.